كان زملاء كتير جدا ايوه قعدوا 7 8 سنين في الجيش. ايوه طبعا. يعني انا دخلت اللي الجيش استمرت قعدت عده شهور في الجيش مجند في المدرعات، وبعدين انا قعدوا الكشف الطبي علينا وطلعوا مجموعه، ايوه كنت انا منهم بالفلات فوت ومش عارف ايه حاجات بقى من الصحه دي. تمام. انما طبعا شفت حياه العسكريين ليست حياه سهله ابدا، ولذلك انا بزعل قوي لما يحصل فيه تطاول على الجيش كمؤسسه. العمليه مش سهله، يعني سهل ان الواحد يقعد كده في الطراوه وفي التكييف ويتكلم، لكن لما تقعد في حفره بالاسابيع وتقعد تقاتل وتاكل حشرات وتبقى في الصعقه او المظلات، ده امر اخر تماما. ايه اللي لسه ما نعرفوش بعد السنين دي كلها؟ في جيل كبير كبر دلوقتي، في جيل عنده 46 سنه ولا 45 سنه. ما نعرفهاش. لسه ما نعرفش حاجات كتير عن اكتوبر؟ بالتاكيد احنا ما وثقناهاش كويس. لكن انا فهمت ان هناك اتجاه لدى القوات المسلحه للقيام بعدد من الافلام المكمله لفيلم الممر. وده رئيس الجمهوريه كان بيتكلم فيه. ورئيس الجمهوريه قال احنا عايزين حاجه زي دي كل 6 أشهر. لان الحقيقه احيت لنا الناس. انت كنت بتشوف السينمات، انا حضرت استحضار السينما والتصفيق اللي بيحصل، والولاد والشباب الصغير ما شافوش المنتج ده قبل كده. وبعدين فيلم حتى طويل نسبيا بالنسبه للافلام العاديه، ومع ذلك الناس بتشوف. وشفت ابطال الفيلم كان عندهم اعتزاز بالتواجد في الحفل ازاي، احمد عز وهند صبري واخرين. شفت الاردني ده بتاع يحكى عنه. ايوه الجميل المطرب صحيح.